جدا في مستقبله. رئيس الاتحاد المصري للكرة يسير في الكرة، الأخطاء مشتركة، الأخطاء جماعية أكثر منها فردية، كما جاش الفاول ما يجيش خطا على حمزة، التكريم في الجوائز الفردية. الزلزولي هداف البطولة أعتقد، هداف البطولة، نعم الحذاء الذهبي لهداف البطولة هو الزلزولي عبد الصمد، برشلونة 3 أهداف، سجل 3 أهداف مثل لاعب إيمانويل الغاني، ولكن يتفوق لأنه بالأسيست. هذا هي كأس أفريقيا والتروفي، من أحسن لاعب؟ هل تكون ثنائية الزلزولي أم تكون لاعب مصري؟ جائزة البالونتور لهذه البطولة. فير بلاي كان جائزة الروح الرياضية للفريق الغيني. ورجل البطولة إبراهيم عادل الرقم 10 ليس من فراغ، ذكرتك وذكرنا خصالك، لاعب متميز جدا. مصر تربح جايزتين على المستوى الفردي، أحسن حارس وأحسن لاعب، جايزة الهداف مغربية، جايزة الروح الرياضية غينية، الثلاثي الأفريقي في باريس، مالي، مصر، المغرب البطل وغينيا. نتمنى لها التوفيق في البراج والملحق. هذه الأسماء المتوجة للجوائز الفردية، مبروك لحمزة، مبروك لعبد الصمد، ويستاهل عادل إبراهيم نجم البيراميدز. الآن تكريم طاقم التحكيم اللي كان بقيادة الكيني كاماكو. حكام الفار أيضا في تكريم لسداسي المباراة. على رأس غرفة الفار كان التونسي هيثم مخ الصغير. أول فوز إفريقي عربي كان مصراوي على المجر من 100 عام في أولمبياد باريس، ونصف نهائي عربي يبرز إنجازات الكرة العربية في الأولمبياد مرتين، مصر والأخيرة العراق في 2004 في أثينا مع الكابتن عدنان حمد. مبروك مصر الجيل، مبروك مصر التأهل، مبروك الأسماء الجديدة في الكرة المصرية، وصافة بطعم ذهب. هذا جيل مونديال 2030، ومنهم أسماء ستكون قادرة على حمل المشعل وتمثيل المنتخب المصري في المونديال المكسيكي الكندي الأمريكي 2026. الآن هنا أمام الأنصار، هنا في قلعة الأسود في الرباط، المغرب تحتفل، المغرب لن تنام. صارت البطولة والتتويج ببطولة إفريقيا أقل من 23 سنة. هذه الكأس التي سترفع بدقائق من النخبة المغربية على مدى البطولة، يستحقوا لعبوا مع الفرق الصعبة، الفرق القوية، الفرق الكبيرة. قابلوا غينيا، واجهوا غانا في طريقهم مالي، وتسلحوا بالعزيمة في فينال مصر لحصد الذهبية المستحقة. على مدى بطولة يستاهلوا التتويج، على مدى فينال لعبوا النهائي أو كسبوا النهائي ما لعبوش، وهكذا هي قاعدة الفاينلز أو النهايات. جيل ممتاز،
اسماء بانديه اوروبيه كبيره من بي اس في لستراسبور لتولوز للبارسا ومدراك، جيل قادم للكره المغربيه بامكانه في اولمبياد باريس بعد عام وبعد سنه على قنوات البين سبورتس ان يواصل المشهد المغربي في العالميه في التالق الملفت في موسم لن ينسى من ذاكره المغاربه في تاريخ وتواريخ لن تمحى من ذاكره المغاربه. المغرب في هذا العام صار يلعب في العالميه بين الصالات بين الانسات بين اسود في الدوحه وبين الاولمبيين في باريس. المغرب عملت قفزه للامام في صعيد الكره المحليه والافريقيه. مبروك الاسود، التتويج والتاج امام الانصار وعصام الشرعي اسم اخر من اولاد البلد يحققون المجد وينتصرون ببطوله. موتسيبي رئيس الجنوب الافريقي للكاف، القائد الزنزوري سيرفع كاس افريقيا، كاس افريقيا من شهرين للناشئين ضاعت في الدقائق الاخيره للترنجا. اليوم المغرب تستعيد الزعامه من خلال الاولمبي في موسم استثنائي للكره المغربيه وايضا للكره السنغاليه التي فازت بالشواطئ والشان والكان. الى كان جديد، الى مونديال افريقي اسمر اخر، الى التقاء الاصدقاء والاشقاء، الى مباريات الشمال الافريقي في الامم افريقيا. هذه بذكريات شيل، اذا معك يا نسير. شيل 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 يا زنزولي، شيل شيل يا زنزولي، شيل كاس افريقيا مغربيه، كاس افريقيا اطلسيه، كاس افريقيا عربيه. هنا في الرباط تبدا الافراح وتبدا وتتواصل الليالي الملاح. الاصول فعلوها.